اصابه الحمد لله اللاعبين اداو اداء جيد وحاولنا نخرجوا من الضغط اللي كان تيزيد على اللعابه لقاش خصنا النتيجه ديال الفوز باش نشوفوا واحد ان شاء الله في تحقيق الهدف والامل ديال المدينه كامله اللي هو الصعود ان شاء الله. والحمد لله بمجهودات اللاعبين كنشكرهم تبارك الله عليهم الرجال صراحه تقاتلوا بقاو كل ما تجهدهم رغم ان كاين الحراره والتيران قاصح شويه فقدروا انهم يتحكموا زي من الامور وسجلوا هدفين اللي خلاو يلعبوا اريحيات من المقابله وبقات لنا مقابله ان شاء الله الاخرى ان شاء الله تهنيا ان شاء الله نجيبوا واحد ثلاثه ديال النقاط ديالنا باش نحطوا نهائيا ان شاء الله في الصعود. واش التوفيق؟ التوفيق واش يمكن تقول للجمهور؟ فالجمهور فهو السند الاول بعد اللي تيدعمنا فهو اللي هو اللي تيعطينا واحد القوه باش نخدموا ونخدموا ونعطيو العطاء في الملعب. فكنشكروا الجمهور ديال سيدي حياة عامة وان شاء الله نتمنى نكونوا في الملعب ديالنا وحشنا توحشنا الجمهور ديال سيدي حياة وان شاء الله. لذيذ معنى الكلمة ربما كتكون بعض الامور وبعض الحيثيات وربما بعض الناس كيقول انا كاين هناك بعض النية مميزة لبعض الحكام وهذه فانا هذه الرسالة هذه كنقول بان الحكام والتحكيم بصفة عامة في العصبة ديال الرباط السابع القنيطرة فهو تحكيم نادي والحمد لله الاخوان عندنا طاقة شابة في هذه العصبة كنتمنى ان المسؤولين الكبار ماشي في العصبة لان الناس ديال العصبة الحمد لله لا الرئيس ولا اللجنة ديال التحكيم فهم قايم الواجب معنا على اكمل وجه. نتمنى ان هذه الرساله توصل للناس المسؤولين في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على انهم يشدوا بيد هذا الحكام الشباب لان كاين طاقه شاب بهذه العصبه هذه. نتمنى الخير ان شاء الله وشكرا. تحياتي وشكرا. شكرا. احد اخوان ازماني احد مشجعين فريق كفاس شحال قلنا على هذه المقابله وانتصار كفاس فاللي يمكن لي ان اقول وهو انه انطلقت في هذه الاثناء يعني الحكم على نهايه المباراه في اللقاء الذي جمع بين فريق امل دار القداري وكذلك فريق نادي كفاح سيدي حياة. هذه المباراه والتي انتهت لفائده فريق نادي كفاح سيدي حياة باصابتين لصفر. منذ انطلاق المقابله فريق نادي كفاح سيدي حياة اعتمد على الهجمات المتتاليه وبالضغط الملموس التي تاتى لها في الدقيقه العشرين بوصفه اللاعب ياسين الذي تمكن من تسجيل الهدف الاول. لكن مع الجوله الثانيه فريق كفاح سيدي حياة عرف من اين تؤكل الكتيف وقاوم بشكل جيد بحملته المتتاليه وبضغطه ملموس وهذا لا يعني ان فريق امل دار القداري دخل على ارضيه الملعب هنا بمدينه الثقافه المكتوفه الايدي بل دخل هو الاخر يعتمد على هجمته المضاده لكن دخل بخطه دفاعيه. مباراه اليوم فهي مباراه كانت حاسمه من كلا الطرفين خاصه ان الضغط كان على فريق نادي كفاح سيدي حياة الذي تمكن من الخروج بنتيجه ايجابيه الانتصار باصابتين بصفر وتمكن ومكنته من الاستيلاء على مقدمه الترتيب او في فريق او اصبح الان مطارد المباشر لفريق اسحاق سيدي قاسم الذي تمكن هذا المساء من الانتصار على فريق اصبابها باصابه واحده. تلقى فريق كفاح سيدي حياة الغرب انتصارا مهما على فريق امل دار القداري بهدفين مقابل لا شيء برسم الدورة 19 من البطولة الجهوية على أرضية ملعب سيدي قاسم بمؤازرة من محبيه وجمهوره الذين عبروا عن فرحتهم بعد نهاية المقابلة في أجواء احتفالية بملعب جوهرة بسيدي قاسم وداخل مدينتهم عبر شوارعها. أما الأسبوع القادم بلا شك سيسدل الستار عن البطولة الجهوية لكرة القدم القسم الثاني الدورة 20 بتحديد الفريقين الصاعدين المحتلين للمرتبة الأولى والثانية واللذين لن يخرجا حسب المتتبعين عن هذه الفرق الثلاث. الاشتراك القاسمي ب 28 نقطة، كفاح سيدي يحيى الغرب 27 نقطة، الرشاد الرياضي 23 نقطة زائد مقابلة مؤجلة. أما المقابلات ستكون على الشكل التالي: الاشتراك القاسمي ضد فريق الرشاد الرياضي، فرح كفاح سيدي حياة الغرب ضد صفافعة سيدي سليمان. يبقى عنصر التشويق والأمل بين الفرق الثلاث
إلى آخر مقابلة من البطولة لتحقيق الصعود إلى القسم الأول من عصبة الجهة، وهو الطموح كل فريق وأمل جماهير ومحبي الفرق. كان معكم نبيل شجاع ورشيد الزيزوني ومحمد الوافي من قناة مغربية بريس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسى الاشتراك في قناة مغربية بريس والإعجاب بالفيديو لكي تتوصل بكل جديد.